السلام عليكم ورحمة الله. إخواني المشاهدين، في يوم من الأيام كنا في أحد الشواطئ الشبه مهجورة، كنا نبحث عن أحجار للتيمم لكي نأخذها معنا إلى المسجد، وإذا بي وأنا أبحث عن أحجار التيمم أصادف هذا الحجر كما ترون، وسبحان الله عليه لفظة الجلالة، سبحان الله، الألف واللام والهاء، سبحان الله، حجر بحري عليه لفظة الجلالة، سبحان الله.